في الحديث بتأن وتؤدة في وسائل التربية، لأنني أعلم يقينا أن كل بيوت المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس التربوية، في أمس الحاجة إلى منهج حدثني أبي كمنهج تربوي أصيل مفتقد في وقت غزت فيه المناهج الغربية الدخيلة واقعنا ومدارسنا، بل وحياتنا التربوية، في الوقت الذي نعلم فيه يقينا أنها تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا التربوي الرباني والنبوي. أود الليلة أن أتحدث عن وسيلة ثانية، وسأتحدث عن وسائل كثيرة، حتى الوسيلة بالعقوبة سأتحدث عنها، لكنني سأجعلها آخر وسيلة من وسائل التربية، عن قصد وعن عمد، لنعلم أن التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية، ولا ينبغي أن نلجأ إليها إلا إذا استنفذنا كل هذه الوسائل التي تحدثت عنها وسأتحدث عنها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. سأتحدث الليلة أيها الأفاضل عن وسيلة رقيقة كاسمها، جميلة كحروفها. سأتكلم عن التربية بالحب وتشكيل الوجدان. وربما يعجب كثير من الناس الآن كيف لشيخ صاحب غطاء رأس ولحية كثة يتكلم في الحب. وهل تعرفون الحب أيها الأصوليون؟ هل تعرفون الحب؟ وهل تتكلمون عن الحب؟ والجواب نعم، نتكلم عن الحب بمعناه الحقيقي، ونرفض الحب بمعناه الكاذب. فلولا الحب ما صفت الحياة، فبالحب تصفو الحياة، بل الحب هو ماء الحياة، بل الحب هو حياة للحياة. بالحب تسعد القلوب، بالحب تصفو النفوس، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما تهللت الأرض لموسم الربيع. ويوم يموت الحب تموت النفوس، وتشقى البشرية، وتظلم القلوب، بل وتتعطل الحياة. ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الخضراء، ولولا الحب لفارقت البلابل الرياض الفيحاء. ولكن الذي يدمي القلب ويعكر صفو الحب ويدمي سويداء قلب الحب أننا نعيش زمانا انقلبت فيه الموازين، وتبدلت فيه الحقائق، وتغيرت فيه المعاني، فصارت الخيانة في هذا الزمان حبا، بل وصارت الخيانة مشروعة، وصار العهر طهرا، وبيوتنا تقصف كل ليلة، تقصف كل ليلة بوابل من القصف الجنسي الفاضح باسم الحب، وتزلزل بيوتنا بإعصار من الخيانة باسم الحب، ويدمي القلب أنه إذا ذكر لفظ الحب انصرف مباشرة إلى هذه الخيانة التي نراها على الفضائيات، انصرف لفظ الحب إلى العهر الذي يسمى الآن حبا وطهرا، حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر،
حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر، فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ فهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ نعم، نحن نتكلم عن الحب، نتكلم عن الحب بصفائه، نتكلم عن الحب بنقائه، نتكلم عن الحب بطهره، نتكلم عن الحب بأصوله، نتكلم عن حب الله جل وعلا، نتكلم عن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن حب الوالدين، نتكلم عن حب الصحابة، نتكلم عن حب آل بيت سيدنا رسول الله، نتكلم عن حب الصالحين، نتكلم عن حب العلماء، نتكلم عن حب الزوج لزوجه وحب الزوجة لزوجها، نتكلم عن حب الوالدين للأولاد، نتكلم عن حب الأولاد للوالدين، نتكلم عن حب الفضيلة، نتكلم عن حب العمل، نتكلم عن حب الخلق، نتكلم عن حب الرحمة، نتكلم عن حب البذل والعطاء، لا نتكلم عن الخيانة باسم الحب، ونرفض أن تسمى الخيانة حبا، ونرفض أن يسمى العهر طهرا، ونرفض أن نسمي ما نراه من سفاهات وتفاهات مطولة في حلقات مطولة للخيانة ولتأصيلها، نرفض أن نسمى هذه الخيانة حبا، لا، بل نتكلم عن الحب بصفائه ونقائه. وأنا أقول بصوت مرتفع، لا يعلم الحب بصفائه إلا من ذاق قلبه حب الله ورسوله، ولا يتذوق مشاعر الحب بصدقها ونقائها إلا من ذاق قلبه حلاوة الإيمان بالله ورسوله، وإلا من ذاق قلبه طعم الإيمان بالله ورسوله. العرب يسمون الحب الصفاء، قف على هذا المعنى. ذكر شيخي وحبيبي ابن القيم للحب 50 اسما في كتابه الماتع روضة المحبين، وأنا أقول بملء فمي الكتاب منسوب فعلا لابن القيم، لأن كثيرا من أهل العلم ذكر بأن الكتاب ليس لابن القيم، بل هو لابن القيم رحمه الله تعالى، لكنني أستطيع أن أزيل شيئا من الغبش عند علمائنا وشيوخنا الذين نفوا أن يكون الكتاب لشيخنا ابن القيم، أنه من أوائل ما صنف الإمام رحمه الله تعالى، فقلمه في روضة المحبين ليس كقلمه